ولنقاش ملف استمرار العدوان الصهيوني على غزة في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية، تنضم إلينا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. حياكم الله أستاذة إيمان. وسهلا. أهلا بك أستاذة إيمان. يعني اقتحامات مكثفة واعتقالات واسعة حقيقة نفذها جيش الاحتلال الصهيوني في جنين ونابلس والخليل أيضا وبيت لحم، تخللتها مواجهات مسلحة مع سكان المخيمات. هل لتزايد الاعتقالات في هذا التوقيت علاقة بالضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو بشأن حسم صفقة التبادل للمحتجزين، أم أن لهذه الاعتقالات لربما أسباب أخرى؟ نعم، بداية الرحمة للشهداء. اعتقلت قوات الاحتلال ولا زالت تعتقل حتى هذه اللحظة، تواجد لها في محيط جنين والمحافظات الأخرى ما يقارب 25 مواطنا من الضفة، من الخليل وحتى جنين، الخليل جنوبا حتى أقصى شمال الضفة جنين. وصلت عدد، وكان آخرها المعتقلة الأخت روضة أبو عجمية وهي أسيرة محررة ضمن صفقة التبادل الأخيرة. عدد المعتقلين وصل إلى 7655، وكان قبل بعد 7 أكتوبر، وكان العدد المعتقلين قبل 7 أكتوبر تجاوز 6000، أي أصبح لدينا ما يقارب 14000 من الضفة، ولا نعلم حتى هذه اللحظة عدد الأسرى من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية. ازدياد عدد الأسرى هو تمهيد للموافقة على طبيعة المعتقلين في التبادل، أي المعتقلين هم من أسرى محررين، أسرى قدامى كانت لهم أحكام سابقة قديمة، تم اعتقالهم عبر الحواجز أو عبر أو من منازلهم، أو اضطروا لتسليم أنفسهم بسبب أنهم مطلوبين للاحتلال أو احتجزوا كرهائن. المهم أنها تعمل على زيادة الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، تعمل على زيادة أعداد المعتقلين من أجل التبادل، لأن التبادل يتحكمون في اختيار الأسرى. لدينا مثلا عبر الصفقات السابقة، عبر سنوات التبادل القديمة السابقة، وتجاوزت عشرات الصفقات، كانت تقوم بالتبادل بأسرى أطفال معتقلين جدد أو أسرى أقل من 10 سنوات أحكامهم أو أقل من 15 سنة، تختار بين المؤبدين الأحكام التي من بين قوسين مدى الحياة، تختار بمزاجها وليس كما تطلب المقاومة. ولكن هذه الاعتقالات السابقة كانت مقابل جندي واحد، ولكن اختلفت اليوم المقاومة في، وهذا أكبر رقم في تاريخ إسرائيل المحتلة الاحتلالية، أن تقوم المقاومة الفلسطينية باحتجاز ما يقارب 200 إلى 250 من بينهم الآن قتلى. هذا يؤدي إلى خضوع إسرائيل بالتبادل مهما كانت الأرقام التي ستزج بها في السجون من الأسرى المحررين أو القيادات. إذن يعني هذه الاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال هي لتحسين لربما موقفه في الملف التفاوضي، ولكن ماذا عن الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه خلال شهر رمضان في ظل التشديدات الإسرائيلية على دخول المصلين الفلسطينيين والمرابطين هناك؟ كيف تصفين لنا تلك الأوضاع؟ نعم، لنكن واضحين أكثر، الاعتداءات الإسرائيلية سواء كانت من جيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية أو المستوطنين، يقتحمون باحات الأحياء القديمة في القدس العتيقة دائما يوميا. وفترة 7 أكتوبر ازدادت الأذية للنساء المصليات في المسجد الأقصى، وازداد عدد المنع والإبعاد عن المسجد الأقصى، واليوم كان 100 أمر إبعاد
عن المدينة والمسجد الأقصى للنساء والرجال، وحسب المعطيات الأخيرة هذا اليوم صعدت من أوامر الإبعاد ضد المواطنين، مواطني القدس نفسها وأيضا مواطني 48 عرب العرب الفلسطينيين، 8 المعتقلي الأراضي المحتلة 48، وباتت هذه السياسة روتينية تسبق أي مناسبة، وحتى تحرم مئات الفلسطينيين من حقهم في العبادة في المسجد الأقصى. نعم، إذا كنت ضيفتنا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي، أشكرك جزيل الشكر، وأستقبل عبر سكايب ضيفنا من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الأستاذ رائد بدوية. حياكم الله أستاذ رائد. أهلا وسهلا بك، أشكرك. أهلا بك أستاذ رائد. يعني بداية، كما ذكرت الصحفية الفلسطينية من جنين إيمان السيلاوي، أن الاحتلال ربما يتعمد اعتقال الأطفال والنساء من الضفة الغربية والمدنيين بشكل عام، المدنيين الفلسطينيين من هناك، لتحسين موقفه في أي مفاوضات قادمة بملف صفقة تبادل الأسرى، ويعني حتى لا يخضع لربما لشروط المقاومة الفلسطينية. ما رأيك؟ صحيح، هذه سياسة الباب الدوار. يعني من 7 أكتوبر لليوم هناك عدد هائل من الفلسطينيين اعتقلوا في الضفة الغربية وبدون محاكمات عسكرية، إنما بموجب ما يسمى بقوانين الطوارئ القانون الإداري، ومعظمهم حكمت عليهم المحكمة العسكرية بالإداري لستة أشهر ويجدد هذا تلقائي. هذا الأمر العسكري أو هذا القانون الطوارئ اللي هو أصلا قديم على زمن بريطانيا وزمن الانتداب، ما زالت إسرائيل تمارسه بحق الأسرى الفلسطينيين. على كل حال، هناك عدد هائل من المعتقلين من 7 أكتوبر حتى بدون أي نشاط عسكري، بمجرد انتمائهم لانتماء سياسي ما. أعتقد أن الإسرائيليين يعني بيحاولوا يستخدموا هذه الورقة من أجل استخدامها هؤلاء الأسرى في أي صفقة أسرى قادمة، ولكن الإشكالية الواضحة وللإسرائيليين نفسهم بيعترفوا فيها أنه حركة حماس في الصفقة الأخيرة تشترط نوعية معينة من الأسرى. بمعنى، شفنا كيف أنه حركة حماس طلبت لكل جندية أن يكون هناك تقريباً 50 أسير، 30 منهم من الأحكام أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات. أعتقد هذا ما تخشى إسرائيل، وحركة حماس تصر على هذا الموقف ومعها حق في ذلك، يعني لأنه الإسرائيليين يعني عندهم عدد كافي، وكل يوم بإمكانهم يملأوا المعتقلات الإسرائيلية بالفلسطينيين مقابل صفقات الأسرى. ولكن ما يؤذي الإسرائيليين أو ما يوجع الإسرائيليين موضوع ذوي المحكوميات العالية من الأسرى الفلسطينيين، وهذا ما تصر عليه حماس. أعتقد هذه النقطة الأساسية أو أحد النقاط إنجاز التعبير الخلافية حاليا اللي ممكن تكون عقبة أمام أي صفقة أسرى. طبعا هذا بالإضافة إلى النقاط الأخرى أمام صفقة الأسرى المتعلقة بوقف إطلاق النار والمتعلقة بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة وما إلى ذلك. وبالتالي صحيح، الإسرائيليين سياسة الاعتقالات كانت لأكثر من سبب، قد يكون في أسباب سياسية وقد يكون لأسباب صفقات أيضا صفقات سياسية مع المقاومة الفلسطينية، وأحيانا الاعتقال الإسرائيلي تنفذه لأسباب العقاب الجماعي. يعني هناك أكثر من سبب للاعتقال. أحيانا كان هناك تتم سياسة اعتقالات في الضفة الغربية لأسباب سياسية داخلية إسرائيلية بمناسبة الانتخابات مثلا، وبالتالي الفلسطيني ضحية دائما لأكثر من سبب يمارس الاحتلال ضد الفلسطينيين. في هذه اللحظة بعتقد الموضوع متعلق بالصفقات والمناورة في صفقات الأسرى القادمة، ولكن بعتقد شروط حماس في موضوع المؤبدات أو ما يسمى بالأحكام العالية، بعتقد هذا شرط لن تتنازل عنه حماس، خاصة أنه تعلم بأنه كثير من القيادات السياسية الفاعلة في الشعب الفلسطيني تحديدا في الأحزاب سواء في فتح أو في الجبهة الشعبية أو باقي الأحزاب الفلسطينية ممن يعني ينفذون أحكام عالية. أعتقد أنه هذا من شأنه اشتراط حماس بإخراجهم، بعتقد من شأنه أنه يوجه صف على الإسرائيليين، ووجه يغير أيضا في مخرجات هذه الصفقات فيما يتعلق في طبيعة المعتقلين الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم. نعم، ولربما هذا يعني ما يفسر جنون لربما الاحتلال الصهيوني وتصعيده وارتكابه المجازر تلو المجازر بحق الفلسطينيين. برأيك هل هناك خيارات أخرى
للاحتلال الصهيوني، أم هو مجبر أمام صمود المقاومة الفلسطينية على تجرع مرارة القبول بالشروط المقاومة الفلسطينية؟ يعني هو أكثر ما حاليا إذا بدنا نشوف عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجبهة تقريبا متهتكة نوعا ما، سواء على سبيل الانقسامات السياسية واللي قاعدة بتزيد شيء فشيء، سواء حتى في داخل مجلس الحرب الإسرائيلي وتحديدا من معسكر الدولي اللي هو جانس وأيزنكوت ومعارضتهم لكثير من أسلوب إدارة نتنياهو لموضوع صفقة الأسرى، أو حتى أسلوب إدارته لموضوع الاعتداء على قطاع غزة، وهناك أيضا لبيد في الخارج، وإضافة طبعا للحراك المدني الموجود في الداخل الإسرائيلي اللي هو قاعد بزيد أيضا، اللي هم أهالي الأسرى الإسرائيليين والمعارضين حتى لسياسة نتنياهو وإدارته للحرب. هناك جبهة إسرائيلية على الصعيد السياسي والشعب تتحرك، هناك أيضا استنزاف للاقتصاد الإسرائيلي، هناك أيضا تململ من الجيش الإسرائيلي بدأ يظهر بشكل أكثر وضوح ما بين خلاف الجيش من جهة وخلافه مع الحكومة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو ووزراء اليمين تحديدا، خاصة أن الجيش الإسرائيلي بحاول يدفع بحكومة اليمين أن تتبنى رؤية سياسية متعلقة بقطاع غزة حتى يستطيع الجيش أن يسير برؤية هذه أو بظلال هذه الرؤية السياسية. وحتى اللحظة لا يوجد أي رؤية سياسية واضحة لنتنياهو فيما يتعلق في قطاع غزة، هذا بيخلي الجيش كثير يعني متشتت نوعا ما، مزيد من الاستنزاف، مزيد من الخسائر البشرية في قطاع غزة. شفنا كيف اليوم بعد ما طلع من شمال غزة رد رجع للمستشفى الشفاء كمان مرة، وهذا يسبب تذمر للجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي بعتقد أصبح في هناك أصوات عديدة في الجيش الإسرائيلي ترفض أسلوب نتنياهو في إدارته لهذه الحرب، مزيد من الاستنزاف وما إلى ذلك. أعتقد كل هذه الأسباب طبعا مع السبب الأساسي اللي هو السبب الأساسي المقاومة وصمود المقاومة، وحتى اللحظة لا يوجد أي أهداف عسكرية حقيقية جدية حققتها إسرائيل فيما يتعلق في قطاع غزة أو بموضوع ضرب حماس وما إلى ذلك. أعتقد هذا الصمود إضافة لهذا الوقت الطويل المستنزف اللي استنزف فيه الجيش والخلافات الداخلية، إضافة طبعا للضغط العالمي، الناس ساش أنه يعني كثير من اليوم أوروبا بتضغط بشكل سياسي شوي كبير. كان هناك موقف متقدم لجوزيب بوريل الذي وصف بأن الأمر بأن غزة باتت اليوم مقبرة مفتوحة بعد أن كانت سجن مفتوح. صحيح، يعني بوريل قال مقبرة وقال دفنت فيها حتى القانون الدولي دفن، تخيل لوين يعني. هل بوريل يعني برأيك وبتقديرك هل بوريل جدي في هذا الانتقاد أم هو للتسويق الإعلامي ليس إلا؟ لا أنا بعتقد الأوروبيين يعني هم جديين فيما يطرحوا. الأوروبيين صاروا طرحين أكثر من موضوع وبناقشوا أكثر من موضوع، قاعدين بناقشوا فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب الدول الأوروبية، قاعدين بناقشوا تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع الإسرائيليين، بناقشوا مسائل كثير، موضوع التسلح، موضوعات المستوطنين، حتى بناقشوا فكرة وضع المستوطنين على قوائم العقوبات وما إلى ذلك. هناك أدوات، يعني هناك أكثر من خيار مفتوح أمام الأوروبيين قاعدين بيحاولوا يمارسوه، ولكن أعتقد الأوروبيين يعني هم يشكلوا وسيلة ضغط إضافية، ولكن العامل أو الضغط الأساسي على حكومة نتنياهو بعتقد هو الإدارة الأمريكية. وحتى اللحظة الإدارة الأمريكية تعمل خطابات فقط دون أن تترجم هذه الخطابات لأدوات ضاغطة. شفنا كيف رئيس أو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي واللي هو يهودي أصلاً كيف ألقى خطاب يذم في نتنياهو ويطالب الإسرائيليين بإجراء انتخابات عامة، وأيدوا هذا الخطاب بايدن بيوم التالي. ولكن طالما أنه هذه الخطابات الأمريكية حتى اللحظة لم تترجم إلى أدوات عسكرية أو أدوات اقتصادية ضاغطة أو حتى سياسية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية، بعتقد راح تظل الخطابات من أجل الاستهلاك الداخلي والأهداف الداخلية متعلقة بالانتخابات الأمريكية والرئاسية تحديدا. أنه أدرك بايدن أنه هناك في جمهورية أو ولاية أو أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية قاعد بيخسر أصواتها نتيجة الشباب العربي والشباب الفلسطيني، الشباب العربي والشباب المسلم وشباب الأقليات وحتى الشباب الديمقراطي اللي قاعد بيمتنع عن التصويت لبايدن، واللي استطلاعات الرأي قالت انه راح يخسر امام ترامب اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وبالتالي انا بعتقد انه هذه الخطابات ممكن حتى اللحظه تكون هي من اجل التسويق الداخلي، من اجل عوده هذه الاصوات اللي فقدها بايدن من يوم 7 اكتوبر لليوم. طالما انه هذه الخطابات لم تترجم الى ادوات سياسيه او اقتصاديه فاعله للضغط على حكومه نتنياهو، بعتقد انها خطابات سياسيه لن تؤثر على حكومه نتنياهو حتى اللحظه. المطلوب امريكيا ان تترجم هذه الخطابات
إلى يعني ممارسات عملية حقيقة، على القليل متعلقة بتزويد الأسلحة أو تبطيء تزويد الأسلحة، رفع الغطاء عن إسرائيل حتى في المؤسسات الأممية وتحديدا في مجلس الأمن. حتى اللحظة لا يوجد نوايا أمريكية لرفع الغطاء عن نتنياهو في تمرير قرار مجلس الأمن يطالب بوقف العدوان على قطاع غزة حتى اللحظة. نعم. ولكن واضح أنه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة وحتى اليوم، حتى اليوم أعتقد لم تدخل في مجال أزمة حقيقية. هل ممكن تكون الأيام القادمة ممكن تكون ترتب أزمة؟ ولكن أنا طالما بشوف خطابات سياسية من قيادة سياسية أمريكية في حزب الديمقراطي أو غيره دون تطبيق وترجمة هذه التصريحات السياسية إلى أدوات دولية ضاغطة، أعتقد راح يظل الموضوع هي خطاب سياسي لا أكثر طيب ولا أقل. يعني نعلم أن الغرب وأمريكا خاصة تحركها المصالح، جو بايدن ما مصلحته في أن يضع إن صح التعبير عنبه كله في سلة واحدة في سلة نتنياهو وهو يعني الزعيم الفاشل الصهيوني الفاشل الذي يعني سوف تنتهي حياته السياسية بعد أول دقيقة من انتهاء الحرب؟ لماذا يغامر بايدن هذه المغامرة؟ هل يعني اللوبي الصهيوني كبير لهذه الدرجة وضاغط لهذه الدرجة على جو بايدن، أم ما الذي يحرك جو بايدن؟ أنا بعتقد أنه الموضوع لازم نميز ما بين الحلف الاستراتيجي ما بين أمريكا كدولة وما بين إسرائيل كدولة وما بين العلاقة ما بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو تحديدا وحكومة نتنياهو. الاختلاف أو الخلاف الموجود حاليا هو ليس خلاف مع دعم إسرائيل كدولة ورفضها بمصادر عسكرية وما إلى ذلك، أعتقد هو الخلاف مع نتنياهو كشخص ونتنياهو بحكومته الائتلافية وتحديدا بوجود اليمين المتطرف في حكومته سموتريتش وبن غفير، وهذا كان واضح من بداية تشكيل نتنياهو لحكومته، مش من اليوم، مش من 7 أكتوبر. صحيح بعد 7 أكتوبر برز هذا الخلاف أكثر وأكثر، وبالتالي أعتقد أنه بايدن يعني هو في حيرة من أمره، ومن جهة هو لا يريد التخلي عن إسرائيل كحليف استراتيجي في المنطقة، ولكن حكومة نتنياهو هذا الشهر الخامس يعني التي تدخل في عدوانها على الشعب الفلسطيني، ولا زالت التغطية الأمريكية لهذه الحكومة مستمرة إلى الآن شئنا أم أبينا. صحيح هو من جهة لا يريد التخلي عن إسرائيل كدولة، ولكن يحاول الضغط على حكومة نتنياهو تحديدا، يحاول محاصرته سياسيا، يحاول تشكيل كتلة سياسية في داخل إسرائيل تعزل نتنياهو عبر التأثير عبر دعوة جانس وعبر التأثير على الباقي مقومات أو أعمدة النظام السياسي الإسرائيلي. ولكن حتى اللحظة بعتقد هو غير قادر على أنه يجبر نتنياهو على تبني الرؤية الأمريكية فيما يتعلق في الصراع عموما وموضوع المسيرة السياسية اللي حاول بلينكين يطرحها، أو حتى فيما يتعلق في حتى إدخال المساعدات، رغم أني أتوقع أن نتنياهو استرضاء للجانب الأمريكي وتحضيرا لاجتياحات أخرى متعلقة في رفح، بعتقد أنه ممكن استرضاء لهذا الجانب ممكن يدخل بعض المساعدات حتى يعني يكسب الوقت ويشري الوقت مع الإدارة الأمريكية. على كل حال لازم نميز ما بين الإدارة ما بين دولة إسرائيل كدولة وما بين حكومة نتنياهو. أعتقد أمريكا لن تتخلى عن إسرائيل كدولة، قد تتخلى وتخلت وممكن تتخلى عن حكومة نتنياهو وتضغط على حكومة نتنياهو، ولكن لن تعرض أمن دولة إسرائيل للخطر. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الأستاذ رائد أبو بدوية، شكرا جزيلا لك.